فريق طلائع الجيش فاز على غزل المحله بهدف نظيف في المباراه اللي جمعتهم امبارح على ملعب استاد جهاز الرياضه العسكري ضمن مؤجلات الجوله ال24 من بطوله الدوري الممتاز. بالنتيجه دي بيحتل الطلائع المركز ال17 في جدول الدوري، وفريق غزل المحله في المركز ال12 برصيد 30 نقطه. فريق الزمالك كمان نجح في الفوز على سيراميكا بنتيجة 1-0، وده في المباراة اللي أقيمت بينهم على استاد القاهرة والمؤجلة من الجولة 19 للدوري، وأحرزه التونسي سيف الدين الجزيري، وبالنتيجة دي بيرتفع رصيد الزمالك ل 43 نقطة في المركز الرابع بجدول الدوري، بينما تجمد رصيد سيراميكا عند 30 نقطة. لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة البرتغالي فيتور بيريرا اختارت الحكم الدولي المصري محمود البنا لإدارة مباراة السوبر المصري بين الزمالك والأهلي، والمقرر إقامتها في الإمارات يوم 5 مايو اللي جاي. بيعاون البنا الحكمين المساعدين هاني عبد الفتاح وأحمد توفيق وحكم رابع من دولة الإمارات، وهيقود تقنية حكم الفيديو الفار المساعد أو طاقم حكام إماراتي وفقا للبروتوكول التعاون اللي بين الاتحاد المصري والإماراتي لكرة القدم. فريق سلة الأهلي رجال فاز على نظيره فيروفيارو الموزمبيقي بنتيجة 92-74 في المباراة اللي جمعت الفرقتين على صالة حسن مصطفى بال ببطولة واللي هتستمر فعالياتها لحد يوم 6 مايو اللي جاي. الأهلي على رأس مجموعة النيل اللي بتضم بيترو الأنجولي وسلاك الغيني وأويلرز وكيب تاون. فريق أتلتيكو مدريد حقق فوز على نظيره ريال مايوركا بنتيجة 3-1 في المباراة اللي أقيمت بينهم امبارح ضمن فعاليات الجولة 31 من بطولة الدوري الإسباني. بالنتيجة دي بيحتل أتلتيكو مدريد المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 63 نقطة، وبفارق نقطتين عن ريال مدريد الوصيف، ومايوركا في المركز الـ11 بجدول الترتيب برصيد 40 نقطة. كمان فريق مانشستر سيتي حقق فوز عريض على ضيفه فريق أرسنال بنتيجة 4-1، وده كان في اللقاء اللي جمع الفريقين على ملعب الاتحاد في قمة مباريات الجولة 33 من الدوري الإنجليزي. بالنتيجة دي لسه الأرسنال في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 75 نقطة، مانشستر سيتي رفع رصيده ل 73 نقطة في الوصافة ولسه عنده مباراتين مؤجلة. فريق ليفربول حقق فوز مهم على مضيفه وستهام بنتيجة 2-1 في المباراة اللي جمعتهم امبارح على ملعب لندن الأولمبي، وده ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الإنجليزي. بالنتيجة دي بيرتقي ليفربول للمركز السادس برصيد 53 نقطة ليحيي آماله الأوروبية في الموسم الجديد، وتجمد رصيد وستهام عند 34 نقطة في المركز الـ14. كمان حقق فريق انتر ميلان فوز صعب على يوفنتوس بنتيجة 1-0 علشان يتأهل لنهائي كأس إيطاليا بمجموع 2-1 بعد انتهاء مباراة الذهاب بالتعادل بهدف لكل فريق في تورينو. هينتظر كمان الانتر الفائز من مباراة فيرتينا وكريمونيزي النهاردة في نصف النهائي الآخر، ويقام النهائي على ملعب الأولمبيكو يوم 24 مايو اللي جاي. مشاهدينا خلصت نشرتنا الرياضية، ونرجع مرة تانية لأحمد وبسنت نكمل معهم باقي فقراتنا. شكرا لك يا لميا.